and to blow up from that! Happens for a reason. Bihali Kiyum and Bub-Up. You put me in juvenile detention. I did what I thought was right. We'll never come back here again. Good! Good luck. In Hollywood, if you don't have a shrink, people think you're crazy. هل أدى عالم الانترتينمنت مليء بالجنون والغرابة؟ بس أكيد مثل ما بيقولوا, it's our guilty pleasure. برحب فيكم بحلقة أسبوع من بابا وجولة جديدة على عالم المشاهير والأضواء واللوكسري وأخي الأخبار الفنية وانطلاقتنا مثل العادة رح تكون مع الـ New Album Releases. المغنية الكبيرة أريثا فرانكلين الملقبة بملكة السول ميوزك بترجع بألبومها الـ 38 اللي بيحمل عنوان أريثا فرانكلين سينجز ذا ديفا كلاسيكس اللي جمعها بالمنتج والموسيقى كلايف ديفيس بعد ما كانوا تعاونوا بمعظم أعمالها الناجحة بالثمانينات. فرانكلين اللي حائزة على العشرات من جوائز الجرامي اختارت 10 أغنيات كلاسيكية لفنانات مثل شاكا كان، باربرا سترايسن، جلاديس نايت، أديل وغلوريا جينر وأعادت تسجيلها بتوزيع جديد وبصوتها اللامع اللي تأثروا فيه كتار من نجمات الموسيقى. إلى الجيل الجديد من مغنيات موسيقى السول مع المغنية البريطانية جيسي وور اللي انطلقت بمجال الغناء من حوالي 3 سنين ولفتت أذان وانتباه الموسيقيين والمنتجين بفضل صوتها المهم. ننتقل لقسم الأخبار الفنية بباباب لنتعرف على آخر أخبار الموسيقى من حول العالم. مغنية تايلور سويفت عم تستعد لإطلاق ألبومها الجديد 1989 اللي عرفنا منه الهيت شيك إت أوف وحبت من خلاله تقدم مجموعة من الميوزيك ستايلز المتنوعة والمختلفة عن موسيقى الكونتري اللي عودتنا عليها بألبوماتها السابقة. الباب هو السيد الموقف بهالسي دي الجديد اللي بيضم كمان النيو سينجل Out of the Woods أغنية استوحتها تايلور سويفت من علاقتها بصديقها السابق هاري ستايلز حسب بعض المقربين منها. هالألبوم بيصير متوفر بالأسواق وعلى آي تيونز قريبا. Never mess with the queen of pop وخاصة إذا كنتوا حابين تتعاونوا معها. مغني الروك أريال بينك كان صرح مؤخرا انه مادونا طلبت منه شخصيا انه يتعاون معه بتأليف اغنية لألبومها المقبل لسوء حظه انه حب يعطي رأيه بموسيقى مادونا وبالاشخاص اللي بتتعاون معهم مثل أفيتشي وغلط وقال انه The Queen of Pop لازم تتعاون مع فنانين جديين مثله قادرين يعطوها كلمات وموسيقى إلى معنى ومش مثل بقية الفنانين اللي عم بيقدموا له أغاني وكأنه بعده عمره 20 سنة. أوبس. ناطق الرسمي بملكة البوب جاوب عليه وقال مادونا ما بحياتها سامعة بأريال بينك وأصلا ما عندها أي نية بالتعاون مع ميرميد بين هلالين مستر بينك قضيت على حالك. بعد كل المشاكل اللي واجهها بالفترة الأخيرة قرر جاستن بيبر يرجع على الاستوديو للبدء بتسجيل أغاني جديدة مثل ما سبق وذكرنا بحلقة سابقة وبهالصور بنشوف انه قرار بيبر بالتركيز على الغناء هو جدي وعم بيمضي معظم وقته بالاستوديو مع عدة منتجين بهدف تقديم الأفضل بالمرحلة المقبلة وهي كمان طريقة أو وسيلة لينسى سيلينا جوميز حبه الأول والأخير. نتمنى لجاستن بيبر كل الحظ. والحرب بين إيجي أزاليا وسنوب دوغ مكملة بعد ما هالأخير سخر منها من خلال صورة على إنستغرام ظهر فيها بشعر مستعار أشقر ونظارات شمسية وكأنه عم بيقلدها وهالشي ردا على تغريدة لإيجي كانت نشرتها مؤخرا بسبب تعليقات سنوب على أدائها كرابر It's only the beginning وخلونا نشوف وين رح توصل لتويتر وور بين سنوب دوغ وإيجي أزاليا. ولكل محبي البوي باندز بنقدم لكم هلا فريق R5 اللي بلش ينافس One Direction و 5 Seconds of Summer بفضل عدة هيت مثل Heart Made Up on You اللي رح نتابع كواليس تصويرها بجولتنا التالية. لحظات وبنرجع لمتابعة بابا مع المزيد من التقارير والهيتس والأخبار بشوفكم بعد البريك. ننطلق بالقسم الثاني من بابا مع التوب 5 الأسبوعي اللي بنتعرف من خلاله على أول خمس أغنيات أجنبية. Here's the countdown from number 5 to number 1.
في شي مرة فكرتوا تعيشوا ببيت متنقل بس أكيد مش حيلا منزل؟ شوفوا مثلاً وين بيعيش ممثل ويل سميث لما بيكون عنده تصوير بمنطقة أو بلد أو ولاية بعيدة عن بيته. منعرف انه النجوم بيهتموا براحتهم ورفاهيتهم، واهم شي عندهم انهم يكونوا قراب من عيالهم، وخاصة اذا عم نحكي عن الفاميلي مان الممثل ويل سميث اللي بينقل عائلته وين ما بيروح لما بيكون منشغل بتصوير فيلم معين. بهالمشاهد منشوف منزل او خلونا نسميه قصر الممثل الامريكي ويل سميث اللي تصدر صفحات وعناوين المجلات والصحف من فترة. الموتر هوم مجهز من شركة متخصصة بهالمجال وبيتضمن تجهيزات خيالية اللي بتشمل عدد من شاشات التلفزيون، المقاعد الفخمة، غرف الجلوس وغرف الطعام. الكلفة الإجمالية لهالمنزل المتنقل كانت أكثر من 2,500,000 دولار. هالمنزل اللي ممكن يضم 30 شخص بنفس الوقت مكون من طابقين بعلو 53 قدم، ومجهز كمان بميك اب روم خاصة لإله ولزوجته جيدا بينكت سميث اللي بعد ما كبروا ولادهم جيدن ويلارد وويلو صاروا يستعملوه لتمضية عطلاتهم سوا. والجدير بالذكر انه سميث بيستقبل اصدقائه والمقربين منه بالطابق الثاني اللي لوحده كلف حوالي 1,000,000 دولار، وبيفتح سقفه عند الطلب. ومن جهة تانية سميث بخصص ايضا هالطابق لمشاهدة المشاهد اللي بيكون صورها ليتأكد من سلامة ادائه. رح اترككم تمتعوا نظركم بكم لقطة من اللاكشوري موتر هوم الخاصة بويل سميث، وبرجع لكم بعد ثواني قليلة. فكر نصير نصور حلقاتنا من هلا ورايح ببيت ويل سميث المتنقل، شو رأيك يا كيسي؟ Anyway, we'll talk about it. خلونا هلا نقوم بجولة على كواليس الميوزك فيديو لأغنية This is how we do لكيتي بيري، اللي لبست عدة فينتج اوتفيتس خصيصا للكليب اللي استوحت اجواءه من الستين. بريك وبنرجع بتاني قسم من بابا، خليكن معنا. Again. وسوا بنبدأ تالي تقسم من بابا بمشوار على السينما لنسلط الأضواء على البعض من الأفلام الجديدة. Let's go to the movies. بعد ما شفنا بعدة أدوار أكشن وكوميدي بأفلام مثل Iron Man, Sherlock Holmes وشيف، الممثل روبرت داوني جونيور بيرجع للأدوار الدرامية بفيلم رائع جمعه بالممثل الكبير روبرت ديفال وعنوانه The Judge. هالمرة داوني بجسد شخصية محامي لامع بيرجع على البلدة اللي أمضى فيها طفولته ليتفاجأ بخبر اتهام والده بجريمة قتل، وهون بتبدأ محاولاته للبحث عن الحقيقة وللدفاع عن والده اللي كان بعيد عنه لسنوات عديدة. نبقى بأجواء الدراما مع الفيلم الرومانسي The Best of Me اللي بتدور أحداثه حول شاب وصبية بيرجعوا بيتلاقوا بعد ما كانوا على علاقة ببعضهم خلال سنين الدراسة. The Best of Me مع جيمس مارسدن وميشيل مونغان. وابتداءً من أول أسبوع من 2015 ترقبوا الجزء الثالث من سلسلة أفلام تايكن مع الممثل ليام نيسون بدور الرئيسي وإخراج أوليفييه ميغاتون. Next up ببابا في الساونتراك اللي اختار لكم إياه لهالأسبوع. New Soundtracks اللي نزلت على iTunes مؤخراً الموسيقى التصويرية وأغاني كيل رادرلس اللي عم ينعرض حالياً بالصلاة. رادرلس اللي أخرجه الممثل ويليام إتش ميسي بيضم بالأدوار الرئيسية المغنية والنجمة سيلينا جوميز والممثل بيلي كرادب اللي عطوا أصواتهم لمعظم أغاني الفيلم مثل هولد أون، أغنية جمعت سيلينا جوميز بالمغني بان كوالر. مرة جديدة ننتقل للنيوز ديسك لنتعرف على أخبار الستارز ومباشرة من الصحف الفنية العالمية. السنة القادمة الممثلة أنجلينا جولي بترجع بجزء تاني لفيلم سولت بالإضافة للفيلم الرومانسي الدرامي اللي رح يجمعها للمرة التانية على الشاشة الكبيرة بزوجها براد بيت وهو باي ذا سي اللي عم بيتم تصويره حاليا. من جهة تانية انضمت جولي للائحة الشخصيات اللي كرمتها الملكة البريطانية إليزابيث بألقاب شرفية بعد ما حازت على وسام شرف برتبة قائد أو كوماندر، تكليما على خدمات قدمتها أنجلينا جولي للسياسة الخارجية البريطانية والأعمال والخدمات الإنسانية اللي عم بتقوم فيها بمناطق الصراعات والنزاعات حول العالم.
رفعت المغنية كيشا شكوى ضد منتج أعمالها السابق المعروف بدكتور لوك بتهمة الاعتداء عليها جنسيا ومضايقتها نفسيا، ولكنه نفى هالشي واتهمها بالقدح والذم وإبطال عقدهم بطريقة تعسفية. بعد الاعتداء المفترض بتقول كيشا اللي عمرها 27 سنة إنه دكتور لوك هددها بعدم الحديث عن اعتدائه عليها وإلا قضى عليها وعلى مسيرتها وهددها هي وعائلتها. وصرحت كمان إنه لوك كان دايما يحطمها نفسيا بهدف السيطرة عليها. وبعد 10 سنين من المضايقات دخلت المستشفى وبدأت علاج نفسي لإنقاذ حياتها، وبالتالي رفع دعوى قضائية ضده وعم بتطالبه حاليا بعطل وضرر ووضع حد لعقد الموسيقى اللي لا يزال صالح. صرحت ممثلة غوني غوسو بمقابلة مؤخراً أن عانت بمعظم مراحل حياتها من مرض البايبولر ديسوردر، والطريقة الوحيدة للحد من تضاعفه وتأثيره سلباً على حياتها اليومية كانت من خلال تناول أدويتها بانتظام. ونصحت كل الأشخاص اللي عم بيعانوا من هالمرض النفسي الخطير بعدم التوقف عن العلاج لو شو ما كان السبب. غوني غوسو رجعت مؤخراً للشاشة الكبيرة بفيلم نايت كرولر إلى جانب جيك جيلنهول. وآخر أخبار النجمة زوي سلدانا بتقول إنه التوينز اللي عم تنتظرهم مع زوجها ماركو بيريغو هن توين بويز حسب بعض المقربين من السيلابريتي كابل. وعلى كل حال نحن منقول للهابي بارنتس تو بي مبروك سلف. دقيقة قليلة ومنرجع بالقسم الأخير من باب أب. Stay with us. وصلنا للقسم الأخير من باب أب، ومثل كل أسبوع بنعمل جولة على الليتست هاتشات فيديوز. رويل ويليامز بيرجع بيطل علينا بحلقة اليوم بأغنية تانية من ألبومه الأخير وعنوانها Gust of Wind تعاون مع الدانس ديو الشهير دافت بانك. فقرتنا التالية اللي بتنتظروها أسبوعياً بباب أب هي الورست أوف ذا ورست بعالم المشاهير. مين هن الورست أوف ذا ورست سيلبرتيز لهالأسبوع؟ هاف ا لوك. كتار من النجوم بتكون صورهم شي قبل ما ينشهروا وبتنتقل وبتصير صورة مختلفة كلياً بعد ما ينشهروا، ولكن البعض منهم بفضل يخفي الأولد لوك أو الشكل القديم لإنهم بأيام المراهقة وأيام الدراسة مثلاً. فمين هن التوب 5 هاي سكول سيلبرتي جيكس؟ منشوف سوا. جينيفر لوبيز بالمرتبة الخامسة، وأكيد ما كنا تعرفنا عليها أبداً بالصورة اللي على شمال الشاشة. By the way, nice hair, J-Lo. ومين النجمة اللي حصلت على لقب السيلابريتي جيك بالمرتبة الرابعة؟ يس، هي المغنية كيشا. المرتبة الثالثة بتحتل عارضة أزياء سرقت الأضواء على الرانواي وسيطرت على أغلفة مجلات الموضة، ولكن من شي 30 سنة she was just a simple high school geek واسمها كيت موس. نوصل للمرتبة الثانية مع نجم كان من صغره بيتمتع بحس الفاشن، فشوف قصة هالشعر الحلوة والنظرات الترندي. عن مين عم نحكي؟ أكيد جورج كلوني. ومعقول هالتينيجر يتحول للباد بوي اوف بريتش كوميدي؟ عكل حال هيدي كانت صورة راسل براند على مقاعد الدراسة، وما فينا إلا ما نقول سبحان اللي بيغير وما بيتغير. وجائزة الموست امبارسينج سيلفي بحلقة اليوم من باب أب، فمين اللي بيحصل أو بتحصل عليها؟ شوفوا معنا. Let me take a selfie. يعني قديش هالصورة معبرة وبتحمل معاني عميقة. بس سؤال، شو أقولكن كان عم بيجول ببال الرابر أمينيم لما قدر ياخد هالسيلفي؟ سؤال بيطرح نفسه. وبعيدا عن السيلفيز وعالم المشاهير نرجع بزمن لفقرة الكلاسيك مومنت. هالأسبوع قررنا نرجع بالتايم ماشين للأيتيز، ولولا لحظات قليلة لنتذكر إحدى أشهر الأغنيات اللي حققت نجاح سنة 1983، وهالأغنية هي إهداء لكل دي جيز بالعالم، فريق انديب ولاست نايت دي جي سيف ماي لايف. بنهاية حلقتنا لليوم بشكر متابعتكم، ولا ننسى نلتقي بالحلقة الجاية. ما تنسوا to keep on popping up على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك وتويتر. Ciao for now. Dope time.